عمر الأطفال، عمر الزهور، أجمل عمر فيه اللعب، الشقاوة، المدرسة ومسابقة الصغار. عدلان وفتحية حرمنا القدر من ممارسة طفولتهم، وشي الوحيد المصبرهم أم صبورة تبرد لهيب الوجع وتذرف دموع الصبر والدعاء والابتهال لرب العالمين، حامدة وشاكرة. نحن موجودين مع أسرة طفلين عدلان وفتحية، ومعانا عمهم خالهم عدلان. كيف صحتك؟ الله يكرمك. الله يخليك. خالهم الحسن كيف الصحة؟ الله تمام الحمد لله. إن شاء الله أنت طيبة. أنت والدة الطفلين. وعمنا عطية كيف صحتك؟ نعم. الله يكرمك. يا ريت بدينا تكلمنا عن الأسرة بتتكون من كم؟ أول حاجة ذيلا الطفلين الوحيدين ولا إيه؟ لا لا في جماعة الحمد لله الكبار هو الكبير. يعني ممكن تورينا أعمارهم كم الكبار؟ على الكبار الله يرضى عنك يا الحكاية بتاعت 30 تسلم 30. الكبير 30 والثاني؟ الثاني بنت 28 الثاني بنت 26 يعني ما شاء الله تدريجيا لحد ما نوصل. يعني كم عددهم ان شاء الله؟ طيب 3 4 6 6 6 ده الاخر طفل. ده اخر طفل. ده اخر ولاده. مشكلتهم شنو؟ والله مشكلتهم ام ودي حصل نرفض في الحمل نرفض. وبعدين وديناها مستشفى ورجعت مستشفى، وبعد ما طلعت المستشفى انا قاعد اخذت كيني ولا اخذت حاجه كده مهم، بس الاولاد دول اللي 2 تريو في الحاله. اخو الاكبر الاكبر عدلان اتولدوا بالحاله. أيه والله بس يعني بس معاه ولده. شنو يوم الحسن؟ بعد اتولدوا كويسين؟ ظهر فين بعد له. قلت لي الميكروفون قريب لي يعني لغايه 200 بدا معاهم بعد عمر كم كده؟ والله عملنا 20 يوم. اي بدا شنو يسهر عليهم؟ بدا بقاك كده زي الحرقانه. وين؟ في جزء بجسم؟ في الملايين. كل جسم؟ في الملايين. اها في الملايين. اكثر حاجه في اليدين والكرعين ولا الجسم كله؟ بس يا اسطى اكثر شيء في اليدين والكرعين. ما بس يدين على ايام ومن ما قالوا اسمه مرض كده ولا كده؟ ما شخصوا لي حاجه. ما شخصوا شيء. حاولتوا تمشوا انتوا تشوفوا وراكم بالدكاتره الجلديه وكده ولا بس؟ والله مش الجلديه، والجلديه ذاتها كم مره وبعدين معانا شديده. بس لما ندور في الجلديه ذاته بعانوا معانا شديده، لانه دايرين الصباح بدري يقوم عندي يقوم الليل الصباح بدري، والمواصلات مو مساعدهم، ودين ما بيمشوا الا عربيه خاصه وترحيل خاص. وبس دي الطريقه المخليه علاجه نكون يعني شويه صعب. بيقدروا يمشوا؟ والله البيت دي ممكن تمشي لكن عدلان ده ما بقدر. طيب عدلان قلت انه انت مرضتي وبعد ما ولدتي ب 20 يوم جات الحاجه دي. طيب بالنسبه لك هي برضه نفس الحكايه؟ هي والله بس 40 يوم برضه ظافيه. ما رجعوا الدكاتره انه الحاجه دي هم بيقربوا لبعض ولا هم لقوا بيقربوا؟ ايوه يعني ما قالوا مثلا بسبب الضرب او بسبب كذا ولا لا؟ ما في زول شخص لك ولا شيء؟ ما شخص ما يعني ما يرسمون ما في الاسره ما في حد شيء ما في زول عندك الاسره؟ لا لا في ولا في المنطقه ولا في اي شيء؟ خلاص يعني راضين بانه الاولاد بس لحالهم يكونوا كذا ولا حاولتوا انه احنا سائل لكن نعمل شنو؟ لسان الصبيصه لكن نعمل شنو؟ ما بيدنا حاجه عشان نعمله. وبعدين هم ذاتهم مو صادقين انه بيترحب يعني دار تودون يا محل الا عربيه تجي هنا وتقوم مع الصباح وتمشي توديهم وتقف معاك هناك لما تشوف طريقه العلاج شنو وشوف وضعهم شنو في توصاتهم وحتى ما تجي راجع يعني عربيه دار لها يوم. يعني مشكله حتى في انكم تنقلوهم؟ اه تنقل هسه ايوه لهم تعليم. ما تعلموا كله ما عندهم السبل اللي نشوفها عندهم طريقه دارس هنا قريبه. هم شايفين حساسيه يدينهم كرعين بيقدروا يمشوا كرعين؟ ما بقدر يمشي. عدنان ده يحب حياه. يحب عليه عليه. فتحية والله يعني هنك عوال لكن برضه بتمشي هون. طيب الأكل والشراب كيف يا خاطر؟ بياكلوا والله. ياكلوا كيف بيدهم؟ بياكلوا يده.
حسي ما في حاجه بتوجعهم يعني لما يغسلوا يدينهم لما يعني في النظافه مثلا لما في حاجه بتقدم عليهم هي ذاتها بيبكوا بكى شديد وبكون اللي في ذاته نيته ما صافي لما نكون قايم عليهم لحاله يعني هي في 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 اوقات بتبقى الحكايه عليهم يعني بتهيج مثلا هاي في جسم كويسين حسي حالتهم كويسين لكن عندها هي جوزها هي الهياجه دي بتجي بموسم معين يعني مثلا في الصيف في الخريف ولا بس براها لا لا بس في وقت بتقوم فيهم هسه علمنا عنك اللي هو ليه لا سيعان قامت هسه عن نشفى هو بينشف وتاني بليم هاي بليم شيل وساخة هاي طلع وساخة عن الملايين شايفة زي الملايين دي بعدين بتتهيج كلها صح هنا غرفة غرفة هنا تحت الصلب ده الملايين دي هنا يعني كلها بتتهيج يعني عندها زمن كده بتكون فوق كويسه وزمن كده بتتنغير والله الواحد مش نفسه يعني ما بتقدر تطيب نفسه ما بيقدر يطيب بيحتاج انهم يكونوا في مكان بارد مثلا علشان يعني لو صنفناها حساسيه بنقول دائما الناس الحساسيات دايرين يكونوا في شويه حته بارده يعني هم يعني ربنا يديكم العافيه لكن البيت سخانه يعني دابرت ممكن تبقى حته بالسخانه بتعب والله لما تكون عليهم بالسخانة بيتعبوا بس لما تجوا بحال هيك عليهم والله يدوم دي الكريم تنقر عليهم يقول غطيهم سهل وبتسوي لهم شنو عشان تبرد عليهم يا خاتم الحسن؟ والله كان عندهم علاج بدون كم عندهم علاج العلاج شنو يا خاتم الحسن؟ برهم وخلطة ومرة دون حبوب من حسب النفس الجلدية يعني انتوا بس بتمشوا؟ على حسب يدكم تستعملوا توقفوا بس حسب استطاعنا يعني بس العلاج العلاج يعني قروشه كثيره؟ كثيره بس اي شغاله ما في حياه والله ما اعرف نص اجيب ونص كل ما اجيب ابونا اعطيه شغال شنو؟ والله بشتغل عنده قريب بشيل بيطلع دي عربيه بشحن بجيب مالك وياه يعني يوم في ويوم يوم في يوم من الله قسم لبني اولادك قالوا دارين يتعلموا صح ولا انت اللي تراهم يتعلموا؟ والله علمنا قال طريقه ما فيه لانه بحب حبيان لكن دي اندرى عبدالله سجلوا قالت سجلوا سجلناها مره بتمشي لما نكون كويسه بتمشي لما نكون عيانه مدمنه بتمشي المدرسه عادي بتمشي بقدمها بشيلها بقدمها مصنصه بعيده مننا والله وبعيدة يعني انت بتمشي بترعيك مسافة والباقي بتمشي هي؟ بقى اللي تلاقي ركشة بأجرها بقول له وصلها لي ما يجد بشيلها في كتفين وقدمها انت دارت تتعلمي؟ دارت تتعلمي دارت تقري؟ تكلمي دارت تقري بحرية؟ تكلمي وتنقري قدمي ولاي وطلعت راسه كويس بتفهم كويس والله بتفهم كويس الحمد لله القراءة شعر ما فيه ما عندها شعر؟ ما عندها ليه؟ أصلاً ما عندها محل الأساسين وخلته بس زي هو ده سافر راسي بحرق ولا حاجة هو ذاته وش شوية في الكلام وش في يعني راسه ذاته فيه زي الهشرة كده دي برضه من برضه بتهيش عليه برضه يعني راسه أي راس بقوم في أي محل تهيش معي في الحمام بتعبوا كان استحموا بتعبوا ولا برتاح؟ والله يمتن يعني حال عندي بيستحموا كم عندهم صابون معين بيستعملوه؟ هاي مرات لما نمشي الجلية بيلون صابون شنو يعني اذا اتصل لوين اتصل الجامعة؟ يخش تبقى شنو يعني؟ أبقى شرطي تبقى شرطي؟ سلام ليه شرطي؟ اشتغل تشتغل شنو؟
شرطة 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 سمحة؟ صحيح؟ أهو تسوي شنو اللي ريحة لما تبغى شرطة؟ تكيك الحرامي من الغلط اللي ريحة. يا سلام عليك، تسوق الحرامي بيسوي الغلط وبيسوي الحاجة. فتحية ما تعلمت كيف قلت ده يسجلوك صح؟ خليني اسجلك في المدرسة؟ تمشي المدرسة؟ دار تلعب؟ تلعب انتوا حسي ام الحسن محتاجين لشنو؟ يعني الاولاد دول محتاجين لشنو؟ بالنسبه يعني الحق يعني دارين من دكاتره دارين من دارين الله والحياه والصلاه بس طالي عربي ما عندها وانا والله صدقنا لما نقوم نمشي بشيل الكتب بودي بجيب يوم كان كم مواعيدي بشيل يعني انت ما بتقدري تشيلي يوم الاثنين تودوهم ما بقدر بالمواصلات الاثنين مش يعني عشان تمشي توري واحد اذا توري واحد في اولادك يا ملكون انت حاجه باجر تاجري بكم؟ والله هسه حاليا اللي جاي من ضل جالوا 300 300؟ اي والله ده غير الدكتور حق غير الدكتور غير مقابلته غير علاج انا بقبولي ده العربية ده بس العربية تاني محتاجين شنو غير المواصلات؟ والله يا المواصلات محتاجين هاي تبرد لهم يا عم لا لهم في هاي تبرد لهم بس الله عامله له ركض عشان يلو فيها لا هذا حس ابرد هاي اصلا بنينا عليه ونهم فيها يقول فيها اليوم كله هاي لا لا بارد علي هم بحسوا انها باردة؟ هاي يقول بحسوا برضو انها سخطة بالنسبة لهم هم بيحسوا انها بارده ولا هم انت ما بتشوفوها بارده لكن هم بيحسوا بها بارده بارده هم بيغنوا فيها بارده الحته دي يا صحيح؟ عدلان بارده؟ لا والله حبة حرارة لكم مشكلة فيها حرارة في حبة حرارة لكن ما مشكلة ما مشكلة بغني في حبة حرارة لكن ما مشكلة قلت لي؟ الحرة ما فيها حبة حرارة ما مشكلة لكن ما مشكلة الله مرطي ضعف اي العزل تافت جدا وانت انت حير انت بتسوي شنو؟ والله الحر حكر وانت غادي بيوجع في الحر بس كل طبعا في سيرو بارد خيف هرب كل حركة بس لما بيوجع كده بتحس بشنو؟ والله مرتاحة ووجع مرتاحة ووجع ما بسكت؟ والله لا انا عارف كم كان كسالة ما تقول الله يديك العافية. خلينا نقول إنه لو الزول جاته أي حاجة في جسمه أو حرارة عادية بتعب لو حس بسخانة يمشي مكان برد ويبرد روحه. الناس اللي قاعدين في الحتة دي بنوها اليوم مخصوص علشان تكون أبرد مكان يقدر يستوعب أطفال محتاجين لرعاية محتاجين لبرودة ومحتاجين لعلاج محتاجين لمسوح عشان يبرد لهم الألم محتاجين لتوصيل يوصلوا للدكاترة والدكاترة عشان يجوا راجعين والدكاترة ما دايرين مشية على حسب حالتهم دي مرة كل أسبوعين أو مرة كل شهر يعني قبل ما أناشد الناس أنا بناشد الدكاترة يعني المهنة العظيمة المهنة الإنسانية اللي الناس حلفت عليها قسم من واحدة من الأدوار مسؤولين يعني من الأولاد دي. ما هو الواحد لو ما قادر ياكل يشرب بتبقى مشكله. هم دارين اكثر من الاكل والشراب دارين يتعلموا. يعني دارين يكتبوا. يعني دارين يمسكوا كتاب ويقروا. يعني يحفظوا. يعني يلعبوا. تبقى الحاجات دي جد محتاجه مننا فعلا اننا نساعدهم.
قد ما قدرت. نحن من فرع بشرو وبعدلان ضمن ديوان الزكاة بمبلغ من المساعدة إن شاء الله في إنه يقدم لهم الدعم بإذن الله. نعم. ولسه إحنا بنقول بإنه إحنا محتاجين للأولاد. ماسكو كويس؟ نعم. ماسكو كويس؟ نعم. إن شاء الله تمسك الكتاب يا بابا وتقرأ وتتعلم طب بشرطة زي ما عارف. ما أنا كنت أقول أقول لك طب بشرطة.